واحترم الناس وما تكسروش الناس، وبالعكس هادو الناس تلقاه هو جد، راهو جد، وانا تقدر تدخل باك صغير على وليد ويحب يحطمك. انا نظن هذا هو الجهل. لو كان واحد اللي مفطور على الخير وكابر على الخير، وكيما وصل النبي صلى الله عليه وسلم كي قال لك اذا قامت الساعه خلاص القيامه، خلاص قامت الساعه وكانت في يدك فتيله فغرسها. احنا امه مفطوره على الخير، وهادو ناس مفطورين على الشر. الله غالب. دوك انت كي انا عندي 5 شهور على راس هذا القطاع، حبي حل يحملني كل اوكي معليش نتحمل، يا انا مسؤول. لو برومي شابيت يقول لك سي دو داسيمي الباسيف في لاكتيف، اوكي معليش. بصح انت نسيت باللي انت راك 30 سنه وانت راك في النزاعات هذوما، وكاع الوزاره اللي جاوا ماشي ملاح باش انت. وزاره كبار كبار، وزاره خدموا القطاع، اكيدهم جيال هاجمي جيال تهمي الاخ ولد علي، خسرنا وزير هو كاليتي ايماني اللي اكسبسيونال، قريب شاب شروح كنا معاه، دخل في النزاعات ما قدرناش نخدمه وخسرنا 3 سنين، انا مسؤول عليه هذا تاني. زيد مع الاخ طب معك تو، وزيد نقعدوا هكذا خلاص سي بون.